السلام عليكم ورحمة الله. مع خاتمة محاضرات السب أكزيال سيرفايكال سباين إنجريز أو فراكشرز، وهي المحاضرة رقم 9 في مجموعة محاضرات السباين إنجريز. بفكركم بالاشتراك في القناة ومشاركة المحاضرة مع الزملاء في التخصص. دي الموضوعات البسيطة اللي هنتكلم عليها إن شاء الله. هنقول بس بعض المعلومات البسيطة على البيدياتريك سباين إنجريز وخصوصا السيرفايكال سباين إنجريز، وبعض الحاجات اللي هي احيانا بتشتبه ان هي فراكشرز او ليها علاقه بالفراكشرز اللي اتكلمنا عليه في المحاضرات اللي قبل كده، زي حاجه اسمها سودو سبريد اوف ذا اتلس او سودو جيفرسون فراكشر وسودو سبلكسيشن. وبعد كده نتكلم على حاجه اسمها سكيورا. انا مش متاكد قوي اذا كان يعني النطق الابريفيشن ده صحيح او مشهور ولا لا، ولكن هي حاجه اسمها سباينال كورد انجري وذوت راديوجرافيك ابنورماليتي. اول حاجه بنتكلم على البيدياتريك سباين انجريز، بعض المعلومات البسيطه كده. بنقول ان السباين كورد انجري حاجه مش مشهوره في الاطفال بالمقارنه بالادلتس، فالسباين كورد انجري في التشيلدرن بتمثل تقريبا 5% بس من حالات السباينال كورد انجريز كلها. ولما نقارن الكلام ده بالهيد انجري هتلاقي ان نسبه الهيد انجريز للسباين كورد انجريز في البيدياتريكس تقريبا 30-1، يعني نسبه الهيد انجريز اكبر بفرق كبير جدا في الاطفال بالمقارنه بالسباينال كورد انجريز. ومن الحاجات المميزه للسباين انجريز في البيدياتريكس انها بتاثر اكتر على الليجمنتس استراكشرز مش على البوني استراكشرز زي السكيورا كده، زي ما هنتكلم ان شاء الله ان هي سباين كورد انجري ومفيش فيها راديوجرافيك ابنورماليتي. ومن اسباب الموضوع دوت هو ان في الليجمنتس لاكستي اكتر في الاطفال عن الكبار، وان في هاي هيد تو بودي ويت ريشيو، يعني نسبه وزن الراس لوزن الجسم اكبر في الاطفال عن الادلتس، وان الباراسباينال ماسلز بتبقى اماتيور في البيدياتريكس وبتبقى ماتيور اكتر في الادلت، وان في اندر ديفلوبد انسينيت بروسيسز اللي هي البروسيسز الموجوده على الجانبين اللي بتمسك الباديز بتاعه السيرفايكال فيرتيبرا مع بعضها. برضو من الحاجات المميزه في البيدياتريك سباين انجريز ان في بوتنشال اكتر ان يحصل فيزيال سيبريشن او جروث بريت سيبريشن في اليانج تشيلدرن، والحالات دي صحيح مميزه في الاطفال بس برضو مميزه ان هي فيها هاي تشانس للهيلينج او الفيوجن مع الكونزرفتيف مانجمنت. والفيزيال او الجروث بليد دوت المقصود بيه هو الجزء الكارتليج اللي ما بين الفيرتيبرال بادي والانترفيرتيبرال ديسك. لما بيحصل بيدياتريك سباين انجريز فهي اشهر مكان بتحصل فيه هو السيرفايكال سباين، عشان كده احنا بنتكلم عليها هنا في السب اكزيال سيرفايكال سباين انجريز. فتقريبا 40% من البيدياتريك سباين انجريز بتحصل في السيرفايكال سباين، 30% في الثوراسك سباين، وقرب 30% في اللامبر سباين. فاشهر مكان هو السيرفايكال سباين، واشهر مكان في السيرفايكال سباين هو الابر 3 سيرفايكال سيجمنتس، يعني الاوكسيبيتو سيرفايكال جانكشن او فروم اوكسيبيتو سي 2. ده بيمثل تقريبا تلتين البيدياتريك سيرفايكال سباين انجريز، وبالتالي فمن سي 3 لسي 7 ده ليس كومن اللي هي السب اكزيال سيرفايكال سباين انجريز في البيدياتريك، فدي كده اقل من الاوكسيبيتو سيرفايكال جانكشن انجريز او فراكشرز. الفيتاليتي ريت او المورتاليتي ريت في البيدياتريك سباين انجريز اكتر من الادلتس، وده عكس الهيد انجري، يعني الهيد انجري غالبا الاوت كوم فيها افضل في البيدياتريكس عن الادلتس. العكس هنا في السباين كورد انجري بيبقى اسوشيتد مع مورتاليتي ريت اعلى عن الادلتس، وان كان بيقولوا ان هو في جزء كبير من الحاله بيبقى ريليتد للسيفير انجريز اللي بتحصل اسوشيتد مع السباين كورد انجريز مش من السباين كورد انجري نفسها. بعد كده نتكلم على بعض البيدياتريك سيرفايكال سباين انجريز او الميمكس اللي هي بقى بتشبهها، وده هياخدنا للكلام على بعض الكرايتيريا او الفيتشرز كده بتاعه البيدياتريك سيرفايكال سباين فيرتيبرا. فهنتكلم الاول على سي 1 او الاطلس. هنتكلم في كل فيرتيبرا على الاوسيفيكيشن سنترز الموجوده وعلى السيم كوندروزيس اللي هي ممكن تشتبه مع الفراكشرز. فمثلا في سي 1 او الاطلس الاوسيفيكيشن سنترز هما غالبا ثلاثه، في واحد في البودي انتيرولي او في الانتيرور ارش يعني بتاع سي 1. طبعا المنظر ده اي بي فيو، والمنظر دوت فيو فروم اباف، يعني زي يشبه كده الاكزيال كاتس بتاعه السي تي. ففي اوسيفيكيشن سنتر في البودي او في الانتيرور ارش، ده بيبقى نوت اوسيفايد ات بيرث وبيظهر في الاكس راي عند عمر سنه تقريبا، وبيبقى في اوسيفيكيشن سنتر لكل واحد من النيورال ارشز بايلاترالي، ودول بيظهروا في الاسبوع السابع من الانترا يوتراين لايف. الاوسيفيكيشن سنترز ممكن يحصل لها فيلير اوف فيوجن في حوالي 5% من الادلتس، وممكن ده يحصل انتيرولي وبوستيرولي. السينكوندروزيس زي ما هو في الصوره كده، السينكوندروزيس دي اللي هي الكارتلاجنس جوينت اللي هو فيه هايلاين كارتلج ما بين التو بونز،
ففي سينكوندروزس او في هايلاين كارتليج جوينت ما بين البودي وما بين النيورال ارشز على الجنبين، فاسمه نيورو سنترال سينكوندروزس، وده بيقفل عند عمر 7 سنين تقريبا. وفي بوستيريولي هنقول عليه بوستيريور سينكوندروزس او نقول عليه سينكوندروزس اوف سباينس بروسس، وده بيقفل تقريبا عند عمر 3 سنين في سي 1 او الاطلس. وكل الفيرتبرا اللي جايه معانا البوستيريور سينكوندروزس اللي هو ممكن نقول عليه سينكوندروزس اوف سباينس بروسس بيقفل غالبا قبل الانتيريور سينكوندروزس اللي هو اللي قلنا عليه نيورو سنترال سينكوندروزس. يعني السينكوندروزس او الجوينت اللي هو ما بين التو نيورال ارشز بيقفل قبل ما يقفل الجوينت اللي بين النيورال ارشز والبودي او الانتيرو ارش انتيرولي. بالنسبه لسي 2 او الاكسس ديفلوبمنتالي يعني في الامبريو بيبقى فيه 5 اوسيفيكيشن سنترز، ولكن اد بيرث غالبا بيحصل فيوجن للتو اوسيفيكيشن سنترز اللي هما موجودين في الاودونتويد بروسس. يعني الاودونتويد بروسس في الامبريو بيبقى نصين، بيبقى تو هافز بيحصل لهم فيوجن، فهيبقى اودونتويد بروسس واحد عند عند الشهر السابع، وبالتالي وقت الولاده هيكون في 4 اوسيفيكيشن سنترز بس. ففي الامبريو هم 5، بعد الولاده او بعد الشهر السابع من الانترا يوتراين لايف هيبقوا 4 اوسيفيكيشن سنترز، واحد في الاودونتويد بروسس وواحد في البودي زي ما قلنا كده في سي 1 او الاطلس، وواحد لكل نيورال ارش على الجنبين. نفس الكلام كده البوستير ارشز بيحصل لهم فيوجن تقريبا عند عمر من 2 لـ3، يعني بيحصل بدري شويه. الانتيرو سينكوندروزيس اللي هما بين النيورال ارشز والبودي بيحصل لهم فيوجن عند عمر 3 لـ6 سنين تقريبا، هناك قلنا 3 سنين و7 سنين. المهم ان بوستيرولي بيقفل قبل الفيوجن بتاع الانتيرو سينكوندروزيس باستثناء السينكوندروزيس او الجوينت اللي هو بين الاودونتويد بروس او الدنس والبودي بتاع سي 2 اللي اسمه دينتو سنترال سينكوندروزيس، ده ممكن يفضل مفتوح لحد 11 سنه ويقفل بعد كده. في سكندري اوسيفيكيشن سنتر بيظهر عند الصامت او التيب بتاع الاودونتويد بروسس اسمه اوستيرمنالي، يمكن جبنا سيرته قبل كده، ده ممكن يظهر عند عمر من 3 لـ6 سنين ويقفل عند 12 سنه. فاختصارا كده البوستيريور سينكوندروزيس اللي هو بين التو نيورال ارشز بيقفل عند عمر من 2 لـ3، النيورو سنترال سينكوندروزيس بيقفله عند عمر من 3 لـ6 سنين، الدنتو سنترال سينكوندروزيس بيقفل عند عمر تقريبا 11 سنه، واخر حاجه الاوستيرمنال بتلحم بي الاودونتويد بروسس عند عمر 12 سنه تقريبا. بعد كده السب اكزيال سيرفايكال فيرتبرا فيها 3 اوسيفيكيشن سنترز، واحد للبادي واحد في كل نيورال ارش، فهم كده 3. النيورال ارشز بيحصل لها فيوجن بوستيرولي عند عمر من 2 لـ3 زيها زي الاكسس، والنيورو سنترال سينكوندروزيس بتقفل عند عمر من 3 لـ6 سنين. ومن الحاجات المميزه للبوديز بتاعت السيرفايكال فيرتبرا انها بتبقى نورمالي كده يعني الطبيعي، فيها سلايت انتيريور ويدجنج، يعني هتلاقي الانتيريور دايمتر بتاع البودي اقل شويه من البوستيريور دايمتر بتاع البودي بتاع السيرفايكال فيرتبرا في البيدياتريكس. احنا بنقول الكلام دوت عشان بس تميز الانتيريور ويدجنج بتاع السيرفايكال فيرتبرا دوت، او تميز السينكوندروزيس عن الفراكشرز. ممكن تشوف سينكوندروزيس في طفل عمره مثلا 2 لـ3 سنين مفتوح فتشتبه ان ده فراكشر، معرفتك باماكن الجوينتس دي بيخليك يعني تبقى ابعد عن ان انت تتلخبط عنها مع الفراكشرز. يعني مثلا الدنتو سنترال سينكوندروزيس من الحاجات اللي بتلخبط معاها هو الاودونتويد فراكشر زي السي تي دي كده، السي تي دي لطفل عمره اقل من 2 سنين. في حاجه اسمها اودونتويد ايبيفيزيولايسيس، ايبيفيزيولايسيس ده بيشبه الاودونتويد تايب 2 فراكشر، هنا في فراكشر معدي في الدنتو سنترال سينكوندروزيس، ومش بس في فراكشر ده في انجيوليشن كمان، في انتيرور انجيوليشن، فده كده فراكشر. لكن لو الجوينت بس اللي موجود السبيس بس اللي موجوده فممكن بعض الناس تظنه بالخطا ان هو مكان فراكشر، وهو في الاصل مكان السينكوندروزيس. ولكن زي ما هي ممكن تشتبه في فراكشر هي ممكن يحصل فيها فراكشر فعلا زي ما هو في الصوره ديت، ده اسمه اودونتويد بيفيزيولايسيس، وده سيتو فراكشرز هي اشهر سيرفايكال سباين فراكشر في البيدياتريكس. فالاودونتويد بيفيزيولايسيس عباره عن فراكشر ثرو ذا دنتو سنترال سينكوندروزيس، وبيشبه الاودونتويد تايب 2 فراكشرز اللي هو الفراكشر اللي بيحصل عند البيز بتاع الاودونتويد بروسس واللي هو احد الانستيبل فراكشرز. تقريبا 5 الحالات دي بيبقى فيهم نيورولوجيك ديفيسيت، وتقريبا 50% من الحالات اللي فيها نيورولوجيك ديفيسيت دي بيبقى فيها سباينال كورد انجري في ليفل تحت الليفل بتاع الفراكشر، بيبقى غالبا عند السيرفايكو ثوراسيك جانكشن. يعني الفراكشر هنا عند سي 2، السباينال كورد انجري ممكن تبقى عند سي 7 سي 8 تي 1 وهكذا. الحالات دي زي ما قلنا كده ليها فرصه عاليه للفيوجن مع الكونزرفتيف مانجمنت،
فكل اللي ممكن يكون مطلوب في الحاله هو ان يحصل ايمرجنسي ريدكشن، غالبا بيبقى كلوز ريدكشن مع اكسترنال ايموبلايزيشن في حالات السيتو فراكشرز. في ريكومنديشن تستخدم الهالو براس وفيها فيوجن ريت بيوصل ل 80-90%. والحالات بس اللي بيبقى فيها بيرزيستنت انستابيليتي عند من 3 ل 6 شهور دي اللي ممكن تحتاج سيرجري فتعمل لها انترنال ايموبلايزيشن وفيوجن. من الحاجات المهمه في الايمجنج بتاع الحالات دي او حالات الاوكسيبيتو سيرفايكال انجريز عموما موضوع ريتروكلايفال هيماتوما، يمكن برضو جبنا سيرته قبل كده، وان دي من الحاجات اللي بتشككك ان في اوكسيبيتو سيرفايكال انستابيليتي وبتخليك تحتاج تعمل انفستيجيشنز اكتر زي ممكن فليكشن اكستنشن اكس ريز او ام ار اي. من الريكومنديشنز ان انت تستخدم السي تي في الاسسمنت بتاع الحالات اللي فيها اوكسيبيتو سيرفايكال انجريز تو اسس كوندايل سي 1 انترفال اللي هي اسمها سي سي اي او اسمها اتلانتو اوكسيبيتال انترفال، جبنا سيرتها تقريبا في اول محاضره قبل كده. يعني في البيشنتس اللي انت شاكك ان فيهم اتلانتو اوكسيبيتال ديسلوكيشن، مشهور ان في كلام كتير في الاطفال ويمكن الكلام ده مشهور حتى في الهيتروما كمان على ريكومنديشنز بتاعه استخدام السي تي في الاسسمنت بتاع الانجريز المختلفه في الاطفال. فيمكن الموضوع يكون في تسامح شويه في الادلتس، لكن في الاطفال عشان الدوز العاليه بتاعه الراديشن فبتبقى ريكومنديشنز كونزرفاتيف شويه في موضوع امتى تعمل هيد سي تي في حاله هيد انجري او امتى تعمل سيرفايكال سباين سي تي في حاله سباينال تروما. فبيقولوا مثلا في الاطفال اللي هم سنهم اكتر من 3 سنين مش ريكومندد ان انت تعمل سيرفايكال سباين سي تي او سيرفايكال سباين ايمجينج عموما في الحالات دي. لو الطفل اليرت، لو الطفل اليرت يعني كونشس اورينتد، لو الطفل نيورولوجيكالي انتكت مفيش فيه ديفيسيت، لو الطفل ما فيهوش بوستيريور ميدلاين سيرفايكال تندرنس بشرط ان ما يكونش فيه ديستراكتنج بين، يعني هو لو فيه وليكن سيفير انجري في لمب مثلا او ابدومينال تروما فهو ممكن يكون ديستراكتد بالانجري دي عن السيرفايكال تندرنس. فهو لو ما فيهوش بين في جسمه وما فيش ميدلاين سيرفايكال تندرنس فمش محتاج تعمل سيرفايكال سباين ايمجينج. لو البيشنت مش هايبوتنسيف او لو هو هايبوتنسيف وفي اكسبلانيشن تاني زي بلاد لوس مثلا، لو البيشنت مش انتوكسيكيتد فالحالات دي مش محتاج تعمل فيها سيرفايكال سباين ايمجينج. برضو لو الطفل اقل من 3 سنين وفي الكرايتيريا دي فبرضو مش محتاج تعمل سيرفايكال سباين ايمجينج. لو هو جلاسكوكوما سكيل بتاعه اكتر من 13، لو هو نيورولوجيكالي انتكت، لو مفيش فيه سيرفايكال ميدلاين تندرنس وذاوت ديستراكتنج انجري، لو هو مش انتوكسيكيتد، لو هو ما فيهوش ان اكسبليند هايبوتنشن، لو هو مش في سيفير مود اوف تروما. زي ايه سيفير مود اوف تروما؟ زي الموتور فيكل كوليجن، زي بيقولوا زي فول اكتر من 10 اقدام، زي ان هو يكون مش في اكسيدنتال تروما، نون اكسيدنتال تروما اللي هي بتشك ان هي فيها موضوع طفل بيعذبوه او حاجه زي كده يعني. في المقابل بقى لو هو ما فيهوش الكرايتيريا دي، لو الحاجات المنفيه ديت في حاجه منها موجوده زي ان هو يكون مثلا مش اليرت، زي ان هو يكون في نيورولوجيك ديفيسيت وهكذا، ممكن تحتاج تعمل ساعتها سيرفايكال سباين ايمجينج زي اكس ري او سي تي وممكن كمان ام ار اي. بيقول حاجه اسمها 3 بوزيشن سي تي، انا مش متاكد المقصود بيها لكن اظن ان هو بيتكلم فيها على ان هو بيصور الهيد في اكتر من بوزيشن زي نيوترال بوزيشن مثلا ورايت وليفت مثلا نيك فليكشن او حاجه زي كده تو اسس سي 1 2 موشن اناليسز في الحالات اللي انت شاكك ان فيها اتلانتو اكزيال روتاتوري فيكسيشن اللي هي بيحصل فيها سي 1 2 روتيشن وبعد كده تبقى فيكسد في وضع معين. بعد كده في ترم بقى الترم ده يعتبر نورمال والمفروض تعرفه عشان برضو ما تقولش ان فيه فراكشر وانت بتعمل اسسمنت للايمجنج بتاعه البيدياتريكس بعد سباين انجري، حاجه اسمها سودو سبريد اوف ذا اتلس او سودو جيفرسون فراكشر. جيفرسون فراكشر احنا اتكلمنا عليه قبل كده ان هو كومبريشن فراكشر اوف اتلس او سي 1 وممكن يكون 1 بوينت او ممكن يكون 2 او 3 او 4 بوينتس. فمع الجيفرسون فراكشر ممكن يحصل ان اللاترال ماسز بتاعه سي 1 تبعد عن اللاترال ماسز بتاعه سي 2. فالموضوع ان اللاترال ماس تبعد دي ده اصلا موجود طبيعي في البيدياتريكس. فالسودو سبريد اوف ذا اتلس يعني ايه؟ يعني ان يكون في توتال اوفرلاب اوف ذا تو سي 1 لاترال ماسز وان سي 2 في الاي بي اوبن ماوث اونتويد فيو اللي سميناها الاومو دي، يكون التوتال اوفرلاب اكتر من 2 مللي. يعني انت لما تقيس المسافه ما بين اللاترال مارجن او اللاترال ايدج بتاع اللاترال ماس بتاعت سي 1 وبعده عن اللاترال ايدج بتاع اللاترال ماس بتاعت سي 2 مجموع البعد على اليمين والشمال يكون اكتر من 2 مللي، ده موجود في الاطفال اسمه سودو سبريد اوف ذا اتلس وده نورمال فايندنج.
فما تعملوش ميس دايجنوزس. خد بالك ان ده مش جيفرسون فراكشر. جيفرسون فراكشر قليل في التينيجرز، الاطفال الصغيرين ده قليل فيهم جدا، نتيجه ان هم وزنهم قليل، نتيجه ان هم فيهم فليكسيبل نيكس، نتيجه ان فيهم بلاستيستي للسكال، وان فيهم السينكونتروزيس اللي هي الجوينتس اللي اتكلمنا عليها في سي 1 دي بتعمل شوك ابسوربشن. فوجود السي 1 فراكشر قليل جدا نادر، والسبريد بتاع الاطلس على السي 1 دوت نورمال فايندنج في البيداتريكس، وده غالبا سببه ان في disproportionate growth of اطلس اون اكسس، يعني الاطلس بتكبر بمعدل اعلى من الاكسس، وده بيديك منظر السودو سبريد دوت. وده له ارقام، فبيقولوا كده تيبيكالي ان التوتال اوفرلاب دوت ممكن يوصل ل 2 مللي خلال اول سنه من عمر الطفل، بعد كده 4 مللي خلال تاني سنه، بعد كده 6 مللي خلال تالت سنه، والماكسيمم هو 8 مللي، ما ينفعش يعدي 8 مللي، وبعد كده مع السن بتقل بعد كده كل ما الواحد بيكبر يعني. لكن ده موضوع مشهور في الاطفال من 3 شهور لحد 4 سنين، البريفالنس بتاعه في اول سنتين قرب 100% من الاطفال عندهم سودو سبريد. وفي الليتريتشر في ريبورتس على اعمار مختلفه ريبورتد فيها الكلام دوت من اول 3 شهور لحد قرب 6 سنين. التروما ملهاش علاقه بالسودو سبريد دوت، ولكن لو انت في تروما وانت في سسبشن ان في جيفرسون فراكشر، فتاعتها تعمل ثينك كات سي تي سكان على سي 1، وده يقدر يقول لك فعلا كان في فراكشر ولا دي السينكوندروزيز بس، او ان السودو سبريد ده طبيعي. بس زي ما بقولنا كده غالبا يعني الماكسيمم اوفرلاب غالبا مش هيعدي ال 8 مللي. برضو حاجه من الحاجات اللي هي نورمال في البيدياتريكس اسمها سودو سبلكسيشن، يعني انتيرو ديسبيسمنت اوف سي 2 اون سي 3 او سيجنيفيكانت انجيوليشن عند نفس الليفل بين سي 2 سي 3. ده طبيعي في الاطفال، ممكن تشوفه لحد 10 سنين، طبعا بيبان في السجيتال سي تي او في اللاترال فيو سيرفايكال سباين اكس راي. ده بيحصل لان طبيعي في الاطفال الفليكشن اكستنشن بيحصل اكتر ليفل عن سي 2 3، وبعد كده مع السن بتبدا حركه الفليكشن اكستنشن تتنقل للليفلز اللي تحت كده، فتوصل لسي 4 5 سي 5 6 بعد 10 سنين. لكن عموما سودو سبلكسيشن لحد 2 3 مللي ما بين سي 2 سي 3 ده يعتبر نورمال في الاطفال، خصوصا في وضع الفليكشن، وده ما بيمثلش ايه باثولوجيكال انستابيليتي، يعني ده حاجه طبيعيه مش محتاجه اي انترفنشن، حاجه بتعملها ديتكشن عشان ما تعملهاش انترفنشن او ما تقلقش الاهل لما تشوف حاجه زي كده في اكس راي او سي تي. برضو زي ما قلنا كده الفراكشرز والديسلوكيشنز في الليفلز دي قليله في الاطفال، لكن في حاجات ممكن تشككك اكتر او تخليك عاوز تعمل انفستيجيشنز اكتر زي فليكشن اكستنشن اكس راي مثلا او ام ار اي، خصوصا لو في بين او في بقى كرايتيريا من الكرايتيريا اللي اتكلمنا عليها في الايمجنج بتاعه السيرفايكال سباين في البيدياتريكس. وبما ان جزء كبير من حالات البيدياتريك سيرفايكال سباين انجريز ليها فرصه فيوجن عاليه بالكونزرفتيف مانجمنت، فهتلاقي جزء كبير من الحالات ريكومندد فيها ان تعمل بس كلوز ريدكشن وهالو اموبيلايزيشن. الحالات اللي فيها اتلانتو اكزيروتاتوري سبلكسيشن او فيكسيشن نفس الكلام، سواء هي اكيوت او كرونيك بتبقى كونزرفتيفلي مانجد، بس الحالات اللي فيها ريكورنت او ريديوسابل اتلانتو اكزيروتاتوري فيكسيشن دي اللي بتحتاج سيرجري انترنال فيكسيشن وفيوجن. من الحالات الثانيه اللي بتحتاج سيرجري ان يكون في سيجنيفيكانت ليجمنتس انجري دي بتخلي السباين انستابل، او في انستابل او ريديوسابل فراكشرز او ديسلوكيشنز، او لو معاها اسوشيتد ديفورميتي، او لو في سيرفايكال سباين انجري وفيلد كونزرفت مانجمنت يعني فيها بريزيستنت انستابيليتي بالفول اب، فدي الحالات اللي ممكن تحتاج سيرجري. مصطلح تاني وهو السباينال كورد انجري وذاوت راديوجرافيك ابنورماليتي او اسمه سكيورا، ده سب جروب من السيرفايكال سباين انجريز مشهور في البيدياتريكس، ما بيبقاش فيه راديوجرافيك ايفيدنس لبوني او ليجامنتس ديسربشن في كل الايمجنج موداليتيز المختلفه، يعني عامل اكس راي، عامل دايناميك اكس راي، عامل سي تي، عامل ام ار اي. ده ممكن يكون له علاقه بالانكريزد الاستيستي اوف ذا سباينس ليجامنتس اند بارافيرتبرال سوفت تيشوز، فبيحصل الطفل بيتعرض لتروما فتعمل سباين كورد انجري، وتيجي انت تصور ما تلاقيش ايفيدنس واضح لبوني انجري. ده ممكن يحصل من اول سن سنه او سنه ونص لحد 16 سنه، ومن الايتيولوجي بتاعه يعني ايه الحاجه اللي ممكن تحصل فتعمل سباين كورد انجري واصور ما اشوفش راديوجرافيك ابنورماليتي، ان ممكن يكون في كورد كونتيوجن، او يكون اسوأ من كده يكون ترانسكشن، او يكون في انفاركشن غالبا افكشن لفاسكولار سبلاي للكورد، او ستريتش انجريز او مننجيال رابشر من الايتيولوجيز الثانيه اللي بيتكلموا عليها، بس يمكن ابعد شويه ان يكون في تروماتيك ديسك هيرنيشن، او يكون في بلانت ابدومينال تروما دي بتاثر على البلاد فلو اللي جاي من الاورطه بالسيجمنتال ارتريز للسباينال كورد.
في بعض ريبورتس على ان في انكريزد ريسك للسباين كورد انجري في الحالات اللي فيها كاري وان مالفورميشن حتى لو هي اسيمتوماتيك. وفي برضو ريبورتس على ان ممكن يحصل سباين كورد انجري ان ديليت باترن، يعني يبقى في ليتنسي بيريود كده ما بين الانجري وما بين حدوث الديسفانكشن او الديفيسيت. فممكن الطفل يبدا بمانيفيستيشنز بسيطه زي ترانزيانت نمبنس، باراسيزيز يعني ابنورمال سنسيشنز، ليرمت ساين، فيلينج اوف توتال بودي ويكنس، وبعد كده يبدا يظهر الديفيسيت. والديلي ده ممكن يبقى من دقائق لساعات لحد 4 ايام. من الريكومنديشنز في الدايجنوزز بتاع الحالات دي، طبعا من الحاجات السهله ان تعمل راديوجرافيك ايمجينج يعني اكس راي. ممكن تعمل اكس راي للسباين كله، بعد كده ممكن تعمل دايناميك فليكشن اكستنشن اكس رايز، دي ممكن توريك الاريا اللي فيها انستابيليتي. وده مهم لان بعض الحالات ممكن تحتاج سيرجري لو هي فيها ايفيدنت انستابيليتي. يعني ممكن تعمل ام ار اي على الريجن اللي انت سسبكتنج ان فيها انجري، حسب الموتور او السنسوري ليفل مثلا. لو الام ار اي لو كونترا انديكيشن لاي سبب، فممكن المايلوجرافي او السي تي مايلوجرافي بالترنتيف، وده يعني نادر ان هو يتعمل. السباينال انجيوجرافي بيقولوا ملوش دور في الحالات دي، مش ريكومندد. من المانجمنت بتاع الحالات دي، طفل بعد تروما في سباين كورد انجري، انت عامل ايمجينج وليكن مثلا اكس راي شكلها نورمال، سي تي شكله نورمال، فمن المهم ان هو يبقى ادميتد للهوسبيتال. وده بيقول ان هو بيدي احساس للاهل ان الموضوع يعني كبير، وهو فعلا ممكن يبقى كبير، يعني ممكن في كورد كونتيوجن او ترانسكشن. وبتبقى انت عامل ريكومنديشن على البيد ريست والريجيد سيرفايكال كولر لحد ما تطمن ان مفيش انستابيليتي. بعد كده ممكن تعمل ام ار اي على suspected area of injury، بعد كده بتشرح للأهل الوضع على حسب الايمجينج الموداليتيز المختلفة اللي اتعملت. يعني بعد كده بتعمل immobilization. احنا مثلا لو احنا cervical spine injury هنعمل immobilization لمدة تقرب من 12 أسبوع أو يعني 3 شهور. لكن في بعض recommendations اللي هي أحدث شوية، إن هو لو مفيش evident instability وانت ما لقيتش انجري معينه محتاجه لسبورت المده الطويله ديت، فممكن تقلل مده الاموبيلايزيشن، وممكن تعمل كمان ايرلي امبيوليشن، يعني ممكن تسمح له بالحركه بشكل بدري. لكن المور كونسرفتيف ابروتشز اللي هي تعتبر قديمه شويه كانت خلاص بتعمل اموبيلايزيشن لفتره طويله، بتمنعه من الاكتيفيتيز المختلفه السبورتس كلها سواء كونتاكت او نون كونتاكت سبورتس. وفي العموم بتحتاج ريجولر فول اب عشان تعمل مونيتورنج، يعني بتتابع الطفل كلينيكال وبتتابع الكومبلاينس بتاع الطفل مثلا والاهل للكولر المحطوطه او الاموبيلايزيشن يعني. وبعد 3 شهور لو هو ما فيش فيه ايفيدنت انستابيليتي، فساعتها ممكن يبدا يمارس اكتيفيتيز بشكل اكبر واحده واحده. دي كانت نهايه محاضرات السب اكسل سيرفايكال سبان انجريز. بشكركم لحسن الاستماع، وان شاء الله المحاضره الجايه تكون بدايه الكلام على الثراكولامبر فراكشرز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.